عودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. طبعا منتخب مصر للمواي تاي الحقيقة عامل إنجازات كتيرة جدا وكبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وكان آخرها على الإطلاق من حوالي أسبوع تقريبا لما قدروا يحصدوا 11 ميدالية في البطولة العربية. يعني نقدر نقول إن أولادنا عملوا المطلوب منهم وزيادة، وهو طبعا فكرة الوقوف على منصات التتويج ورفع علم مصر في كل المحافل الرياضية المختلفة اللي بيشاركوا فيها. خلونا بقى في الجزء المتبقي على نهاية حلقتنا النهاردة نحتفي باثنين من الفائزين بالميداليات الذهبية في هذه البطولة، ونرحب بيهم معانا ومنورانا ذكرى صلاح بطلة العرب في المواي تاي، وكمان منورنا أنس عصام بطل العرب في المواي تاي. يا صباح الفل عليكم وأهلا بيكم معانا. منورنا. ذكرى خليني أبدأ بيكي، يمكن كانت بطولة صعبة، عايزين نعرف منكم استعدتوا لها إزاي؟ لا احنا اتمرنا كويس، كنا معسكرين هنا في المركز الاولمبي في القاهره في المعادي. عسكرنا هي فتره معسكر مغلق، هي ممكن تكون فتره ما كانتش طويله، بس كان المعسكر جامد، وكان في يعني كنا بنشتغل بدقه عاليه ومهاره، وكان في الجهاز الفني كان مقام كابتن وليد شرف وكابتن ايمن حمصاني وكابتن رفعت جابر وكابتن وائل فهر، فبصراحه هم عملوا شغل عالي معانا وفرق في المستوى كتير، واللياقه البدنيه بتاعتنا كانت عاليه جدا، وده ممكن يكون كان سبب كبير يعني في ان احنا نكسب وناخد اول، لان اللياقه لما تكون عاليه انت كده نفس طويل فبتكملي التلات جولات عادي، في ابطال بيكون النفس عندها ضعيف وواقع، فانت بتستغلي حته زي دي زائد الخطط بقى المهاريه واللياقه والمهاره وكده والخطط اللي هم حطوها لنا، فده كان سبب كبير طبعا في الانجاز اللي احنا حققناه، ونشكر طبعا الجهاز الفني المنتخب المصري. جميل. احنا طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم معاكم فيه ليه علاقه برياضه المواي تاي بما فيها كمان، عايزينكم في مرحله يعني اي مرحله مناسبه في الـ في الـ في, الـ في القعده الحلوه دي حتى نعرف الناس، لان اكيد مش كل الناس عارفين ايه هي رياضه المواي تاي. بس قبل ما نعمل الكلام ده كله وقبل ما نتكلم كمان في تفاصيل الانجازات الكبيره اللي انتم حققتوها، عايزين نتعرف اكتر عليكم، يعني كل واحد فيكم عنده كام سنه، في اي مرحله دراسيه، بدايته مع الرياضه دي كانت عامله ازاي؟ نبتدي معاك. انا أنس عصام، عندي 15 سنة، تلت اعدادي. بلعب اللعبة ديت بقالي 3 سنين، كنتش بلعب حاجة قبليها، فبدأتها حبيتها، أمي وأبويا كانوا بيشجعوني ليها، وكابتني حببني في اللعبة، كان بيقف معايا كابتن محمود المليجي ودخلني المنتخب. والحمد لله بشكر كابتن وليد وكابتن أيمن حمصاني وكابتن وائل فيه على شجعوني للبطوله ومرني كويس، والحمد لله حصلت على المركز الاول. كويس يعني دي حاجه مش محتاجه قواله، يعني بسم الله ما شاء الله على الانجازات اللي انتوا عاملينها. الحمد لله علقنا اول. بس وانت ذاكرة بدايتك مع الرياضه دي وبرده في اي مرحله دراسيه؟ تمام، انا عندي 15 سنه اولى ثانوي عام. انا بدات بقالي سنتين بتمرن مواي تاي، ما اتمرنتش حاجه قبل كده. والله نفس الحكايه برضه. هي بس كنت رحت الجيم فتره كلياقه يعني وكده يعني، بس ما اتمرنتش اي العاب رياضيه قبل كده. هي بدات مع المواي تاي من سنتين. بدات فهو انا اتمرنت مع كابتن عصام شرف في بريم القريه بتاعتي يعني، اكاديميه وليد زكريا، اشرفوا تدريب كابتن عصام شرف. بصراحه هو حبيبي في اللعبه قوي، وكمان كان ليه فضل كبير عليا طبعا في المستوى اللي انا وصلت له ده، وهو كان السبب الاساسي بعد ربنا طبعا، توفيق ربنا هو ده كان السبب الرئيسي، كل ده بتوفيق ربنا، ولولا توفيق ربنا يعني ما كنتش وصلت لحاجه. بس هو كابتن عصام شرف يعني بعد ربنا كان ليه فضل كبير عليا قوي، لان هو بصراحه وتعب كتير معانا ومعسكرات وبتاع، فهو يعني كان جاي على نفسه شويتين عشان خاطرنا احنا، وبصراحه احنا وصلنا وحققنا، هو كان واثق فيا والحمد لله طلعت عند الثقه دي. بس انا لسه يعني حاطه عيني على بطوله العالم يعني الذهبيه في بطوله العالم ان شاء الله. طيب ذكرى يعني وانس، عايزين نعرف منكم دايما في اي مرحله دراسيه بيكون صعب ان توفيق ما بين الرياضه وما بين يعني المرحله الدراسيه دي، دايما بنتكلم فيها مع ابطالنا خاصه في مرحله البطولات، عايزين نعرف منكم اكتر ازاي قدرتوا ان انتوا يعني توفقوا ما بين الدراسه بتاعتكم، خاصه ان انتوا في مرحله صعبه ولا ثانوي، وتوفقوا ما بين ان انتوا تكونوا في البطوله، مش بس تكونوا في البطوله، لا انتوا وصلتوا كمان مرحله فيها وحققتوا يعني الذهبيه، فاكيد حاجه مهمه جدا. خليني اعرف منك الاول يا ذكرى. هو يعني انا رحت الدروس عادي وكنت منسقه، هو بس تنظيم وقت يعني، نظامي مثلا شويه وقت تمرين شويه مذاكره شويه يعني الدراسه وكده،
هو بس محتاجه تنظيم وقت منك وجدول للحاجات دي، فبس مش اكتر يعني. هو تنظيم وقت هتظبطي كل حاجه، وممكن كالتمرين ماشي نروح التمرين عادي ونروح دروسي، وبس هي محتاجه يعني تنظيم وقت. يعني كنت بفضي اوقات للتمرين، ممكن مثلا اخلي يعني يوم فاضي زي الجمعه ده للتمرين بس، يعني بروح برضو ايام تانية بس الجمعه ده بيكون كامل، يعني معسكر بقى من الصبح لحد بالليل. فهو تنظيم وقت يعني. عملت ايه يا انس بقى انت في الموضوع؟ طبعا انا مدي كل حاجه حقها، فديت مثلا الصبح عندي بالليل طبعا بقى التمرين، والصبح مثلا عندي درس بقضيه اجي اذاكره، بالليل بروح التمرين عادي يعني، مد كل حاجه حقها. ما ينفعش اجي لا مثلا لا اروح انا رايح التمرين واغيب الدرس، ما فيش حاجه اسمها كده. فمدي كل حاجه حقها. بس برافو عليكم يعني، انتوا كمان طالعين من اعداديه ودي شهاده، وبرضه اكيد بتحتاج. لا انا لسه في ثالثه اعدادي. والاهالي ما حدش فيكم عنده مشكله؟ كده ذكرى سابقه انس في سنه صح كده؟ انا لسه حد من الاهالي يعني كان قلقان من ان تفوقهم الرياضي ممكن ياخد من التفوق الدراسي؟ لا بصراحه.